شباب قطريين يجمعهم هدف واحد وأحداث ثورة في عالم الرياضة، رواد أعمال طموحين مع أفكار مبتكرة في الرياضات المحلية التقليدية. استمتعنا بالبحث عن المرشحين من رواد الأعمال القطريين والتفاعل معهم. وصلنا 40 طلبا في أقل من 4 أيام للانضمام إلى برنامج انطلاق. شكرا لكل من ساهم في ورش العمل الخاصة بنا، وشكرا لمعرض السيل كثار الدولي للصيد والصقور على استضافتهم لنا.